أحسن الله إليكم. أبو يعقوب معنا على الخط، تفضل أبو يعقوب. الله يزيد فضلك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يسلمك يا شيخ. أنا حصل لي مرة وقطعت صرافة، أحد الصرافات، وطلع لي مبلغ من المال تقريبا 4000 ريال. علما بأن الدولة يعني غير بحاجة، يعني هل يحق لي إني أصرفه؟ الله يعطيك عافية، ونتمنى طلب بستدعي الوالد بالشفاء وجميع المسلمين. الله يعطيك عافية يا شيخ. يا أخي، ما أخذت وهو ليس من مالك، ليس من حقك، فإنه حرام عليك، لا تستعمله. فإن عرفت صاحبه أرجعه إليه، وإن لم تعرفه فتخلص منه بالصدقة، تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه إذا لم تعرفه. نعم.